تصير هي ذا وراكم. والله هذه القصة اللي خلت نسكر والله مطحن كذا بالضرب. خلي أقول لكم السالفة. هذا أنا برمضان قاعد بالاستراحة شوي، يجي لمي يماني يشتغل معي، اليماني ذا له سنين عندي. قام وصلت خبر فلان، قلت إيه هذا فلان عارفه أنا قبل 8-9 سنين، تزاملت أنا وياه بعمل كتير. خلي يدخل، تراي منقطع عنه لي 8 أو 9 سنوات. دخل جلس الساعة 10 بالليل، جلس من 10 ليل 2 بالليل، 2 بالليل حطينا السحور، قاعد بجنبي قطعت له الحام وحطيت له شطر، يعني بيني وبينه عيش ومالح قديم وكذا، وبيني وبينه مزرق طيب و... اي والله جلسنا وتسحرنا وما لا من بكرة افتح صفحة، من بكرة الساعة 3:30 حنا نتسحر، صار صق على الباب قوة، فتح الأخ اليماني ولا هذا هو، ومري أدخل عرفت العيون الطائرة كذا ولا نام ومرتبك كذا. قال لي منصور كنت أنا أطلع بيك. أنا قمت قلت سم، قلت أدخل تسحر، قال أطلع بيك. عرف فارسة تويجري جنبي ياكل نفض يده مرش، قام معي وبرينا فراج بس حنا ثاني قام معي. قلت يا ود قعدوا، قالوا لا لا ما احنا قاعدين. اللي دخل ذا ما هو نيته طيبة، حتى حاول من الشيطان يقعدوا اي المهم ازفهم انا اقعدوا لا تقعدون اقعدوا اقعدون العلم قعدوا ابو الحوش. وانا طلعت في الشارع، يوم طلعت في الشارع عمر يجي يطلع لي جواله وناظر، ولو شناظر ولو سجل لي مقطع، سجل لي مقطع وانا اقول كلام ما ينقال، مو بكلام عيبا بديني ولا كلام عيبا بذا، لكن كلام يقال في المجالس الخاصة ما يقال العام. فقال لي أبي 500,000 أو بحط المقطع هذا بتويتر الساعة 12 بالليل. أقسم لكم بالله ما أزود عليكم كلمة، أنا شوف الحين والله حمكت وأنا